بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم جميعا. اتمنى انكم خذوا الاحتياطات والاشياء اللي كنت اتمنى ان تكون القاعه اكبر شويه حتى تكونوا ماخذين كل الاحتياطات فيما يتعلق بالقرب، حتى على الاقل نطبق التعليمات اللي وارده من وزاره الصحه وما حداها. حبينا نلتقي بكم اليوم باش نضع نقاط على الحروف فيما يتعلق ببعض إذا كنتم مش حاضرين نجموا نأجلوا. نرحب بكم جميعا مجددا، وتحبينا نلتقي اليوم بالاعلاميين لوضع نقاط الحروف في بعض المسائل اللي متداوله واللي متعلقه مباشره بعمل وزاره التجاره وادارتها. في البدايه نتمنى ان الوباء اللي صاير الان في العالم يزول بسرعه، ربي يحفظ الجميع في شغل تونس من هذا الموضوع هذايا. اثنين، نحب ناكد ان الموضوع هذايا محل متابعه يوميه من طرف كل الوزارات وايضا من طرف رئاسة الحكومه فيما يتعلق بالانتشار هذا الوباء، فيما يتعلق بالاحتياطات التي تتخذها الحكومه تباعا حسب التطور في بلادنا، وايضا فيما يتعلق في السوق وتوعيتي على هذا تباعا. ونحب ناكد انه كل البيانات، ارجو ان الاعلاميين من خلالكم بلغوا هذا لكل المواطنين، ان كل المعطيات توفرها الحكومه في المجال هذا معطيات صحيحه. الحكومه عندها حتى مصلحه ان تعطي معطيات مش دقيقه. يمكن يكون بعض الحالات لم يقع تفطن لها وقت، ولكن المعطيات الان اللي تحدثها وزاره الصحه في 13 حاله هي هذيك هي الميول البلاد. ونحن نتخذ كل الاجراءات حتى تطور هذا الوباء من اجل حمايه المواطنين، وادعو كل المواطنين للالتزام بالتعليمات اللي تصدر على الجهات الرسميه من اجل حمايه المواطنين ومن حمايه البلاد. المساله لا علاقه لها لا بمسح الحريات ولا بالضغط، المسألة هي حماية المواطنين أولا وأساسا، وهذه من مسؤوليات الحكومة. آتي الآن إلى موضوع اللي يخص وزارة التجارة. طبعا أنتم عارفين أن مهام وزارة التجارة الحرص على تزويد السوق. اثنين، التحكم أو مراقبة أسعار التحكم فيها. لاحظنا في الفترة الأخيرة كما تعرفون تهافت على بعض المواد سواء كانت استهلاكية أو غيرها، وأدعو من خلالكم كل المواطنين إلى أنه يحد هذا التهافت، لأنه ما ثماش مبرر ليه، كل المواد موجودة في السوق وبكميات تسمح بتوفير حاجيات الناس، ولا ثم حتى مبرر التهافت على المقرونة والكسكسي وغيرها. الوزارة من خلال متابعتها للسوق ومن خلال اتصالها ببعض الوزارات الاخرى المعنيه مباشره بالموضوع ومن خلال فرق المراقبه تتدخل حينيا. وانتم تعرفوا ان اخذنا اجراءات فيما يتعلق بتصنيف الاسعار، كل ما تطرق حتى الاعلام لبعض المواد اللي لاحظنا فيها ارتفاع مشط للاسعار اتخذنا قرارات واوامر من اجل الحد. انا نحب نعطيكم مثال، مثلا امس الإعلام تحدث كثيرا عن مادة الدجاج والمضاربة فيها، وقد صدق أمر البارح وزارة التجارة يحدد الأسعار في المادة هذه. نعمل عنكم به الآن، عندنا ثلاثة أصناف تباع في السوق في المادة الأساسية، وهي 100 مللتر و150 مللتر و250 مللتر،
اللي حددت الاسعار فيها 3300 مليم بالنسبه ل 100 مليلتر كسعر تفصيل اقصى، و 4 دينارات و 125 في 125 مليلتر، و 8 دينارات و 250 في 250 مليلتر. على مستوى المصنع بالنسبه للتر 25 دينار، مع هامش ربح بالجمله 10% وهامش ربح بالتفصيل 20%، وهذه تتماشى والاسعار الحقيقيه لهذه الماده. والموضوع هذا ما يهمش كان الجال، يهم كل المواد سواء كانت الطبيه او مواد غذائيه اللي تدخل في السوق واللي يصير عليها لهفه او يصير عليها محاوله احتكار. طبعا الموضوع مطروح للكمامات، وشفتوا مع تعاملنا مع موضوع الكمامات، وحجزنا كميه منذ بدايه مارس شهر مارس كمية كبيرة، تقينا 30,000 كمامة، كان اعتقدنا انه هي موجودة في الاحتكار، وايضا اتخذنا اجراءات في موضوع تصدير الكمامات بطلب من وزارة الصحة، وايضا نراقب يوميا الاسعار في السوق فيما يتعلق بكل المواد الاستهلاكية. ومرة اخرى ادعو من خلالكم كل المواطنين ان اللهفة ليس لها مبرر. السلع تخزنها من الفضاءات الكبرى، المساحات الكبرى او من المتاجر وتخزنها في دار عنده حتى معنى، السوق ستزود. انا احب نطمن المواطنين ايضا، الحكومه حريصه على تزويد السوق بانتظام، وثم حتى مشكل في هذا، وكل ما يتطور سلبا ان شاء الله ما يتطور سلبا، كل ما يتطور سلبا هذا وارد، موضوع المرض سيقع اتخاذ اجراءات اكثر حرص أكثر شدة لمحاولة الحد من انتشار. نتمنى أن هذا المرض يتراجع وتعود الحياة إلى طبيعتها فيما يتعلق بهذا الوباء، وأيضا بموضوع تزويد السوق وأسعارها، ولكن الحكومة، رئيس السيد رئيس الحكومة، كل أعضاء الحكومة المعنيين خاصة مباشرة موجودين ليلا نهار من أجل هذا الموضوع. ايضا نحب ان نتطرق لموضوع ثاني وهو موضوع تزويد السوق. كنتم عارفين ان نحن في فتره ذروه استهلاك، مقبلين على فتره ذروه استهلاك سواء كان في شهر رمضان والا في موسم السياحي او في الفترات الدينيه مثل عيد الاضحى او عيد الفطر، وايضا في العوده المدرسيه، والحكومه تتخذ الاجراءات الضروريه من اجل ضمان تزويد السوق وباسعار مقبولة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، وهي النقطة الثانية تقريبا في وثيقة التعاقد الحكومي كما تعرفوا اللي موجود المتعلقة بمراقبة مسالك التوزيع والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. ونحن نحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين بأشكال عديدة، هناك تدخل الرقابة سواء كان رقابة وزارة التجارة أو رقابة وزارة الداخلية وزارة المالية وزارة الصحة، ونحن نشتغل تقريبا وبشكل دوري مع كل هذه الوزارات من اجل الحفاظ على الجانب الصحي والاسعار والتزويد ومواجهه الاحتكار. الداخليه ايضا معنا على الطرقات وفي الاسواق، الصحه معنا من اجل سلامه المنتوج، نراقب ايضا الاسواق من خلال التعاطي مع اهل المهنه في الموضوع هذا، واحنا في حوارات دائما مع اهل المهنه بكل تصنيفات سواء كان منتجين اللحوم الحمراء ولا اللحوم البيضاء ولا الغلال ولا الخضر ولا كل المتعاملين في السوق بشكل عام. نراقب الاسعار ايضا من خلال ضبط اسعار قصوى في بعض الحالات اللي نحسوا انه الاسعار قاعده ترتفع بشكل تضخمي، وتعرفوا انتم هالمنح التضخمي اللي يصير مرتبط بكثير من العوامل، منها ما هو فعلا ندره العرض في بعض الحالات، ولكن ايضا هناك الاحتكار واللعب بقوه الناس. نراقب المخازن، مخازن التبريد، هذه كلها عمليات متواصله وبشكل دوري على مستوى اقليم تونس الكبرى وعلى مستوى كل الجهات، وهناك تقارير يوميه تصدر من الجهات عن طريق الادارات الجهويه للتجاره بالتنسيق مع الساده الولايات، وايضا في المستوى المركزي مع بالتنسيق مع كل الوزارات المعنيه. نحب نطمن المواطنين من خلالكم انه السوق خلال شهر رمضان المبارك سيقع تزويده بشكل دوري بدون اي نقص باذن الله. واتمنى ان تكف شويه اللهفه ويكون هناك ترشيد حقيقي للاستهلاك، لانه الانفراط في الاستهلاك يضر جيب المواطن قدرته الشرائيه كما يضر الدوله، لانه بعض
بعض مواد قليله جدا تخضع للتوريد، وسنرى بالتفصيل خلال العرض المقبل بعض المواد دون التركيز كثيرا عليها، ولكن هذه مواد ضروريه في المرحله هذه نتحكم فيها في مستوى وزاره التجاره بالتعاون كما قلت مع كل الوزارات الاخرى وبحرص شديد ومتابعه يوميه تقريبا من رئاسه الحكومه واساسا من رئيس الحكومه في هذا المجال. طبعا نحن كما تعرفوا قمنا بزياره من مده قليله صحبه الساده المديرين العامين والساده العاملين في وزاره التجاره لسوق بير القصع، رقبنا عمليه تزويد في هذا السوق الهام بالنسبه لزود تقريبا 8 ولايات تقريبا او 8 ولايات تقريبا. ولايات تونس الكبرى وولايات القريبه الشمال والوسط، يعني يزود تقريبا 60% او 70% من المواطنين التوانسه. ولكن ثم اشكاليات عديده نحن نصدر معالجتها باذن الله فيما يتعلق بالكميات اللي تدخل السوق بالمقارنه بالكميات العامه المدوله، وهذا نتيجه تفشي بشكل او باخر الاقتصاد الموازي. ونحن سنعمل من خلال مراجعه مسالك التوزيع والتحكم فيها ومن خلال مواجهه الاحتكار والتلاعب بحقوق المواطنين على ان نسعى الى ان تكون اغلب ما يمكن الكميات تدخل الاسواق الجمله سواء كان السوق بير القصع اللي هو تحت تصرف وزاره التجاره من خلال الشركه المعروفه او الاسواق الجمله تحت تصرف البلديات في بقيه الولايات. الشيء اللي نحبكم تتاكدوا مني ان العاملين في وزاره التجاره على مستوى الساده المديرين العامين او مستوى المديرين الجهويين ما عندهمش شغل شاغل اليوم غير الموضوع هذا، وهم يشتغلون ليل نهار سبت وحد ليلا نهارا وسبت وحد في الموضوع هذا، ويشتغلون بحرفيه عاليه جدا. انا قلت الكلام هذا في مجلس النواب في مجلس الوزراء ونعود امامكم بالعموم. انا وجدت اداره قائمه وفيها مسؤولين في مستوى عالي من المسؤوليه في مستوى عالي من الحس الوطني. وانا نحب نشكرهم امام الجميع اليوم. لانهم فعلا يقوموا بهذا الدور الوطني وسيستمرون. ليلا نهارا سايبين ديارهم، سايبين عائلاتهم، هذا واجبهم، ولكن ايضا قاعدين يعطوا اكثر من وجبهم حمايه السوق وحمايه المستهلك. حب امامكم نحييهم كلهم في كل الادارات الجهويه وفي كل العاملين في كل الاسلاف في كل المستويات. مروا بسرعه للعرض، مانيش باش نتوقف كثيرا عند التفاصيل. انتم عارفين الوضعيه العامه للتزويد الان وان شاء الله خلال الفتره المقبله عاديه، ما تمش نقص ملحوظ، بل في بعض المواد هناك كميات اكثر مما هو كان موجود مقارنه بنفس الفتره من السنه الفارطه. طبعا هذا يهم الخضر والغلال اي المنتجات الفلاحيه، اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، الحليب، المواد المدعمه مثل الزيت النباتي والفرينه اللي ينتج عنه الخبز. وايضا تم اشكاليات يمكن نطرقوها ببعض التفاصيل، ولكن بشكل عام الامور تسير بشكل عادي وتحت السيطره. و الوزارات المعنيه قلت اساس وزاره التجاره ساعيه يوميا لان يكون هذا الموضوع تحت السيطره. طبعا بدون توقف كثير عند المواد، هناك ما يكفي من المواد هذه الخضار والغلال البطاطا والطماطم وامامكم الكميات امامكم من الانتاج الوطني اللي تسمح بتزويد السوق، ولن يكون هناك نقص على الاطلاق باذن الله فيما يتعلق بكل المواد هذه سواء كان بطاطا ولا فلفل ولا طماطم والا خضار ورقيه في شهر رمضان. قول للتوانسه ما عندكمش مشكل المعدوس، ما تلفوش على المعدوس في كرافس نهار دو نهار ثاني من رمضان، راهو موجود ومتوفر بكميات كبيره تقريبا عندنا 7000 طناطس.